بسم الله وبالله وعلى بركه الله نلتقيكم طلبتنا الاعزاء طلبه الصف الاول المتوسط ها نحن نطل عليكم من جديد وموضوع اخر بالفصل الثالث وهو ضرب الحدود الجبريه اعددنا لكم بعض الاسئله ضرب الحدود الجبريه والقيمه العدديه لمتعدد الحدود اعددنا لكم بعض الاسئله طلبتنا الاعزاء وهو السؤال الاول جد ناتج الضرب لكل مما ياتي النقطة الأولى هو 7 اكس في 5 واي، النقطة الثانية هي 5 اتش مضروبًا في 2 اكس زائد 3 واي زائد 4، النقطة الثالثة 4 في 7 ام زائد ان، النقطة الرابعة هو جذر الأربعة، جذر التربيعي للأربعة مضروب في 2 ام زائد 7 ان، النقطة الخامسة هو مطلق سالب 2 زد مضروبًا في 4 واي، النقطة السادسة هو جذر التربيعي لل 25 اكس في مطلق في 15 زائدا 4 واي هنا بعمليه ضرب الحدود الجبريه فاننا نضرب المعاملات العدديه والمتغيرات هنا نضرب المعاملات العدديه والمتغيرات فهنا 7 في 5 هي 35 و X في واي هي اكس واي فهنا الناتج سيكون 35 اكس و اكس واي النقطه الثانيه وهي 5 اتش مضروبا في 2x زائدا 3y زائدا 4 فهنا سنجري عملية توزيع الأول بالأول والأول بالثاني والأول بالثالث فهنا 5h في 2x 5 في 2 10 سيكون هنا 10hx هنا سيكون 10hx وهنا 5 في 3 سيكون 15hy وهنا 5H في 4 سيكون 5 في 4 20 ومن ثم المتغير هو H أه لننتقل إلى النقطة الثالثة وهنا 4 مضروبا في 7M زائدا N أيضا هنا عملية توزيع أعزائنا الطلبة فهنا 4 في 7 هو 28M زائدا 4 في N هي 4N ليكون الناتج هو 28M زائدا 4N هنا النقطة الرابعة يجب التخلص أولاً من الجذر التربيعي للأربعة، فالجذر التربيعي للأربعة سيكون اثنين، الجذر التربيعي الجذر التربيعي للأربعة سيكون اثنين في اثنين إم زائد سبعة إن، وهنا سنجري عملية التوزيع الأول بالأول والأول بالثاني اثنين في اثنين إم سيكون الناتج هو أربعة إم سيكون الناتج سيكون الناتج هو 4M سيكون الناتج هو 4M وهنا 2 في 7N سيكون الناتج هو 14N هذا تخلصنا من الجذر التربيعي للأربعة النقطة الخامسة وهو مطلق تحتوي على مطلق يجب التخلص من المطلق قبل البدء بعملية الضرب فهنا مطلق السالب 2Z هو 2Z ومطلق الأربعة Y هو 4Y لنجري عملية الضرب سيكون 2 في 4 8 زت واي النقطة, النقطة السادسة أيضا الجذر التربيعي لل 25 اكس مضروبة في 15 زت زائدا 4 واي الجذر التربيعي لل 25 هو 5 سيكون هو 5 اكس مضروبا في 15 زت زائدا 4 واي هنا 5 في 5 خمسة سيكون الناتج 75 اكس زت وهنا 5 في 4 سيكون الناتج هو 20 واي ليكون الناتج النهائي هو 75 هنا ليكون الناتج النهائي هو 75 اكس زد وهنا زائدا 20 اكس وواي ونؤكد على السؤال الخامس على افتراض ان الزد والواي هي موجبه السؤال الثاني لننتقل الى السؤال الثاني ملعب كرة سلة على شكل مستطيل طوله 3 اكس تربيع متر وعرضه 2 واي تربيع ناقصا 4 واي زائدا واحد ما هي مساحة الملعب؟ اي ما هي مساحة المستطيل؟ وكما تعلمون اعزائنا الطلبة بان مساحة المستطيل هي الطول في العرض. اعطى في السؤال عبارة فقال ان طوله هو 3 اكس تربيع وعرضه هو 2 واي تربيع ناقصا 4 واي زائدا 1 فاننا سنقوم بعمليه الضرب 3 اكس تربيع هنا عمليه ضرب في 2 واي تربيع ناقصا 4 واي زائدا 1 هنا هذه هي عمليه ضرب 3 اكس تربيع هنا سوف نجري عمليه التوزيع فسيكون الناتج 3 في 2 هو 6 اكس تربيع واي تربيع. 3 ناقصا 3 في 4 12 اكس تربيع واي. 3 في 1 هو 3 اكس تربيع فهنا سيكون 6 اكس تربيع واي ناقصا 12 اكس تربيع واي زائدا 3 اكس تربيع. وهنا يجب ان تراعى اعزائنا الطلبه هنا عمليه ضرب الاشاره فهنا الموجب في الموجب موجب. والسالب في السالب موجب والموجب في السالب هو سالب والسالب في الموجب هو سالب اي حاصل ضرب الاشارات المتشابهه فالاشاره ستكون موجبه وحاصل ضرب الاشارات المختلفه فالاشاره ستكون سالبه السؤال السؤال الثالث وهو اختر الاجابه الصحيحه لقيمه كل مقدار جبري لكل مما ياتي، النقطة الأولى اكس تكعيب زائدا واي تكعيب والاكس يساوي 2 والواي يساوي 4. هنا هذه هي القيمة العددية لمتعدد الحدود، هنا سنجري عملية التعويض. ماذا أعطانا في السؤال اكس تكعيب زائدا واي تكعيب، وأعطى القيم فالاكس قال أنها تساوي 2 والواي هنا تساوي 4. فسنقوم بتعويض هذه القيم في العبارة الجبرية لتصبح لدينا 2 أس 3 زائدا 4 أس 3 يعني 8 زائدا 64 ليكون الناتج النهائي هو 72 فالجواب هو C وهو 72 هنا أيضا أعطانا قيمة الـ X وأعطانا قيمة الـ Y وأعطانا قيمة الـ Z هنا أعطانا قيمة الـ X واعطانا قيمة الواي واعطانا قيمة الزت، فهنا الاكس يساوي 8 والواي يساوي 2 والزت يساوي لي 5. هنا هذه القيم سوف نعوضها في هذه العبارة الجبرية، فهنا الاكس هي 8 زائدا الواي هي 2 فسيكون الناتج هو 10. 8 زائدا 2 هو 10، على 5 تربيع سيكون الناتج هو 25. بعمليه القسمه سيكون الجواب هو 2 على 5 وهو اي، الجواب الصحيح هو اي، 2 على 5، لماذا اعزائنا الطلبه؟ لاننا عوضنا مكان الاكس هو 8 ومكان الواي هو 2 وزد تربيع هي 5 تربيع فكان الناتج 10 على 25 اذا على 5 بها 2 واذا على 5 بها 5 ليكون الناتج هو 2 على 5. النقطة الثالثة هنا مطلق x ناقصا y مطلق الاكس x ناقصا y وهنا الاكس x هي سالب ثمانية والواي y هو سالب ثلاثة سوف نقوم بتعويض بتعويض هذه القيم في المطلق فهنا الاكس x هي سالب ثمانية ناقص سالب ثلاثة هنا هنا الجواب سيكون الجواب سيكون سي هو خمسة لماذا عزان طلبه؟ أه سأقوم بعملية شرحها الأكس هي سالب ثمانية ناقص الواي هي سالب ثلاثة هنا عملية الطرح سوف تقلب إلى جمع ويتبدل العدد الذي وراء عملية الطرح إلى نظير فسيكون موجب ثلاثة هنا اختلاف الإشارات هنا في حالة جمع عددين صحيحين إشاراتهم مختلفة سنقوم بعملية الطرح وأخذ إشارة العدد الأكبر فهنا سيكون الناتج هو مطلق السالب خمسة ويساوي لي خمسة لننتقل إلى السؤال الرابع وهو حرارة حيث أن سي درجة الحرارة السيليزية وكي درجة الحرارة كلفن والعلاقة 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 بينهما هو K يساوي 273 درجة زائدا C أوجد درجة حرارة K إذا علمت أن C يساوي سالب 10 هذا الموضوع أعزائنا الطلبة هو القيمة العددية والقيمة العددية لمتعدد الحدود فهنا أعطاني العلاقة العلاقة هي الكي أعطاها درجة الحرارة هي 273 زائدا درجة الحرارة السيليزية وهنا أعطاني درجة الحرارة السيليزية وهي سالب عشرة أي سنقوم بتعويض السالب عشرة في سي لتصبح لدينا 273 273 زائدا سالب 10 هنا ستصبح لدينا 273 زائدا سالب 10 ولعملية جمع عددين صحيحين إشاراتهم مختلفة سنقوم بعملية, أه سنقوم بعملية الطرح وأخذ إشارة العدد أكبر ليكون الناتج هو 263 هذه هي درجه حراره وهذا هو موضوعنا لهذا اليوم وهذا هو درسنا لهذا اليوم املين ان تكون قد وصلت الفكره اليكم اعزائنا الطلبه الى ان نلتقيكم في دروس اخرى حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته thank you